تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح جسور الشراكة والمحبة والتواصل معكم مستمعين عبر الأرقام 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 لاستقبال ملاحظاتكم، آرائكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير خدماتنا التي نقدمها في الهيئة من خلال مستشفياتنا الأربع، أو من خلال مراكزنا الصحية المتخصصة، أو مراكز الرعاية الصحية الأولية. فهذه يعني الأمور كلها تحت تقييمكم، تحت أداكم، تحت رؤيتكم، شو اللي تبونه يضاف إلى الخدمات اللي عندنا أو يحسن من خدماتنا، فالمجال أمامكم للتواصل معنا. أيضا مستمعينا نود التنويه بأن الهيئة خصصت موقع لخدمات التأمين الصحي هو www.ishdr.ae، يعني اسعاد.ae، أعيد لكم ishd.ae. طبعا هذا الموقع يمكن أفراد المجتمع الدخول عليه للتعرف على تفاصيل منظومة التأمين والمستهدفين منها في إمارة دبي والباقات التأمينية المتوفرة. طبعا أي موضوعات أخرى كذلك متعلقة بالتأمين ممكن يحصلون إجابات عليها من خلال هذا الموقع. أيضا رقم التواصل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 6 هذا رقم الإذاعة 800-342-800-342 هو رقم التواصل. 600-55-1414 هذا رقمنا في الإذاعة. شوف الواحد يوم يكون عنده وايد أرقام يدوده. طيب ما أدري إذا الدكتور حيدر وصل ولا بعده موجود. حمدة إذا 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 بتشوفينه، أنا شفته وهو داخل، إذا بتشوفينه خلي يدخل معانا الاستوديو. طبعا مستمعين اليوم حلقتنا نحن بتكون عن التأمين الصحي، حلقة التأمين الصحي. مستقبل كل استفساراتكم وإجاباتكم، كل المواضيع اللي لها علاقة بالتأمين الصحي مع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بيكون معانا بعد قليل. عندنا الفقرة الخاصة بالتواصل الاجتماعي أو الإعلام الاجتماعي أو ما يسمى بالإعلام الجديد مع الأخت أسماء الجناحي. أسماء صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور والسرور أخوي محمد. شو أخباركم اليوم؟ تمام الحمد لله. شو عندكم جديد في الحين؟ أسماء ليش يسمون التواصل الاجتماعي أو يسمونه الإعلام الجديد؟ في فرق بين المسميين؟ التواصل الاجتماعي هم تقريبا نفس الشيء، لكن غالبا الإعلام الجديد إن في قنوات ما تعتبر كسوشيال ميديا مثل اليوتيوب مثلا، مو بتواصل لكن هي أداة إعلامية. فعشان كذا يسمونها إعلام جديد. جميل. اليوم شو اليوم رسالتنا؟ إيه اليوم شو رسالتنا الصباحية بما أن رسالتنا الصباحية اليوم اللي بيحقق الأهداف ده من نهاية السنة، وقاعدين نزيد من الرسائل إن نحفز الناس إن يحطون أهداف جديدة ل 2017. اليوم نتكلم نقول لتحقيق أهدافك عليك أن 3 نقاط: أن تتمكن من رؤية هدفك، أن تؤمن بهدفك، 3 تعمل على تحقيقه. 3 خطوات رئيسية إذا كل إنسان يبغى يعني يوصل لأهدافه. ممتاز جدا. طيب شو في تعليقات عن التأمين اليوم على السوشيال ميديا؟
دوما الدكتور حجر موجود في ذاعة، ترى الكل يبون تمديد. الكل تقول صباحك الله بالخير دكتور. تقول اسمه دام انك انت موجود الكل يقول يبغون يمددون المهله دكتور. احنا يعني شغالين على الموضوع باذن الله تعالى، بس الحين خلهم يركزون على التامين. جميل جدا. اسمه في شيء اضافات ثانيه؟ حيكون ايضا من الاشياء اللي صايره في السوشيال ميديا ان نحن بخصوص الضباب، من ضمن رسائلهم نرجو من الجميع اخذ الحيط والحذر لسلامتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء القيادة. جميل. غير هذا نبغى ننوه أن اليوم العيادة الذكية مثل ما عودنا المشاهدين عنا في قنوات التواصل الاجتماعي والمستمعين، اليوم راح نتكلم عن مرض اسمه داء كرون وأمراض القولون، أمراض القولون بشكل عام الالتهابية. جميل. والمرض هذا قاعد يعني العدد اللي فيه يتزايد اسمه، لكن العدد قاعد يتزايد، واليوم راح نركز عليه لأن فعلا عدد المرضى قاعد يزيد. فالدكتور راح يقعد يتواصل مباشرة مع الناس، ونحن نبغى الناس تحفظ على نفسها وتقي نفسها من هاي الأمراض فعلا المؤلم. حساباتنا اسمها على السريع، حساباتنا DHA_Dubai. DHA_Dubai. ايه DHA_Dubai، ونبغاهم يتابعونا على ساحة 10 ان شاء الله. جميل. الحين ماهم يتابعونا على طول اللي هي في تويتر وانستغرام والبريسكوب وسناب شات كل مكان. انزين بارك الله فيك يا اسماء، يلا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. اول شيء يعني حبينا نصبح عليك. اثنين كانت هناك، يعني أنا دائما أقول أن واحد واحد خلاص الواحد يسوي حسابه على واحد واحد ولا يفكر في مسألة التمديد. البارحة بعد كنت أتكلم يا أبو سيف في هذا الموضوع، قلت أبو سيف لا تركز على مسألة أن مسألة ما شاء الله عليه وايد يتكلم الموضوع. قلت له لا تركز على مسألة التمديد، على قدر ما تركز أن الناس يخلصون من التأمين. وسبحان الله يعني في بعض الأشخاص دكتور كلموني أنهم تعطلوا، وفي كثير من الأشخاص كلموني أن الأمور سهلات بالنسبة لهم، خاصة اللي خلصوها على عن طريق الأونلاين. حد من الناس يقول حتى الأونلاين ما يستوي، يقولون ما أدري كذا وفي ضغط وهذا. لكن أنا عندي سؤال دكتور قبل أن نبلش في خضم هذه الحلقة. سؤالي يقول طيب اللي قدم على التأمين دكتور، قدم ما استلم البوليصة، ما عنده مشكلة، ما عنده أي مشكلة، بس مجرد أنه قدم أوراقه. حتى إحنا نعرف إن شركات التأمين بتأخذ عدة أيام، لأنه طبعًا من كثر الضغط اللي عليها طبعًا كلهم بيكونون شغالين في الويكند الجمعة والسبت والأحد، يوم رأس السنة كذلك بيكونون شغالين، ومثل قد ما يتطلب بعدها. فإحنا عارفين كمية الضغط اللي موجود على شركات التأمين، وما في مشكلة دام الأشخاص قدموا إن شاء الله تعالى ما في أي مشكلة. تمام يا دكتور. أنا بطلع فاصل عشان بعد الفاصل نرجع نأخذ راحتنا، نتكلم بالتفصيل الممل، وناخذ اتصالاتكم واقتراحاتكم وأيضا رسائلكم على 4006 بالنسبة للرسائل النصية اللي عنده أي سؤال، والمكالمات على 600551414. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه اذاعه نور دبي. صباح الخير اخوي محمود. انا عندي مزارعين والمزرعه في راس الخيمه، وهم خير شر ما يجون دبي، بس اقاماتهم من دبي لاني انا من دبي. دكتور لما ياخذ لهم باقه التامين يتاكد ان شبكه مقدمي الخدمات بالنسبه لشركه التامين اللي ياخذ منها تغطي راس الخيمه، وفي كثير غالبيه الشركات تغطي معظم انحاء الامارات، في بعض الشركات كذلك تغطي بلد الموطن، يعني حتى لو مثلا حد منهم محتاج عمليه غير عاجله وهذا يبغى يروح في الاجازه وهو رايح بلاده، يسوي مثلا عمليه المراره او شيء من القور الكلى، يسوي في بلاده ويا لسناك ويا هلا، والتامين يغطي له اياها ويرجع له سليم. يا سلام. نعم. جميل جميل. اذا دكتور نحن معنا الدكتور
دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي. طبعا دكتور اليوم الحين انت في 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 غنى عن التعريف دكتور، واحد يعرفك من صوتك خلاص زي ما شاء الله عليك. عموما دكتور ناخذ اخر احصائيات متعلقه بنسب الملتحقين في هذه المنظومه في الفتره الاخيره. نعم، طبعا مثل ما اعلنت الهيئه من يومين الحمد لله وفضله وصلنا الى اكثر من 4 مليون شخص مستفيد من التامين الصحي في اماره دبي، وهذا انجاز كبير يحسب لاماره دبي. دعم كبير كان من وسائل الاعلام، هذا دليل كذلك على وعي الجمهور اليوم واهم باهميه التامين الصحي، باهميه الحمايه اللي وفرها التامين الصحي لهم الافراد اسرهم وللمقيمين والمكفولين من قبلهم. فالحمد لله هذا انجاز كبير للجميع، وهي تقريبا نسبه جريب 98% من الفئه المستهدفه من المقيمين. جميل دكتور، ناخذ المكالمات، نبلش ناخذ مجموعه مكالمات ورا بعض وبعدها نبتدي نجاوب على اسئله الناس. اول مكالمه عندنا حسين، محمود حسين تفضل يا محمود. سمي الو. الو نعم نعم يا هلا تفضل محمود. اقول انا رجل معاق وعندي اسره مؤلفه من عيالي وولدين. ايه طيب انا شو ما استطيع ورحت شركه ما تستطيع ايش محمود ما فهمت؟ انا معي هويه معاق. ايه ما تستطيع ايش؟ رحت شركه التامين ما حدا يستلم مني الورود ولا حدا هذا مثلا، وعطيتها لواحد شريكي كمان ما كان حدا ياخذ مني ولا شيء. طيب انا شلون بسوي وانا مسجل بشركة عاتس؟ اوكي اوكي واضح يا محمود واضح. في مكالمه ثانيه ميثه معانا ولا؟ نعم واضح سؤالك محمود. الو طيب خلينا نجاوب على محمود دكتور. نعم. أوكي. طبعا بالنسبة للأشخاص اللي هم يحملون بطاقة معاق بس مجرد يسجلون عنا من خلال النظام الإلكتروني بس يبعث بيانات. وين يسجل في أي؟ من خلال نفس الموقع الإلكتروني للإسعاد بس يضغط على النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين أو يجيب لنا إياها لمركز الهيئة لمركز إدارة التمويل إذا هو يعني مش ما قادر يدخل على السيستم، بس ببساطة جدا مجرد يدخل على السيستم يحط بياناته ويكتب بطاقة معاق يحط لنا رقم البطاقة. وبالنسبة لبطاقة معاق مثل ما وردنا من وزارة صح انها فعلا تغطي جميع الخدمات الصحيه وبالتالي غير ما عنده اي مشكله ان شاء الله تعالى. بالنسبه لعياله يعني اذا في اي صعوبه في التواصل مع اي شركه تامين كذلك احنا ممكن ناخذ رقمه تحت الهواء ونحله، لكن طبعا احنا عارفين ان في ضغط كبير على الشركات في الفتره هاي، لكن مجرد انهم يقدمون اوراقهم خلاص الشركه تبلغنا انه والله استلمنا الاوراق ما في اي مشكله. هذه بتنظرون لها بعين الاعتبار. نعم. دائما يجينا سؤال اخوي محمود على موضوع الدخل المحدود، احنا يعني دخلنا على قدنا، والبارحه كنا في قيادات على الهواء كان في مجموعة من الحالات كذلك اللي مرت علينا، وكانت إحدى الحالات سيدة مقيمة كذلك راتبها صغير وعندها عدد من الأطفال، وتقول أنا والله يعني عندي 3-4 عيال وراتبي حوالي 4000 درهم ويعني التأمين بالنسبة لي عبء كبير. فسألنا هل أنت سألتي عرفتي شو أسعار الباقات كامل هذا؟ قالت لا والله أنا ما سألت بس أنا بستثناء. قلنا طيب خلنا نسأل عن الموضوع ناخذ الموضوع واحد واحد. فقلنا لها كذا كذا الأسعار، هاي الشركات الأسعار تبدأ من بالنسبة للأطفال من 650 درهم، هل هذا الرقم تشوفينه مناسب؟ تقول أوكي. قلنا زين خبرينا شو صار معك سابقا، أنت الحين عندك هالعدد من الأطفال كيف كنت تعالجينهم؟ قالت والله يوم يتعب الولد اروح الصيدليه اشتري له اي شيء من الصيدليه. قلنا زين يعني كم كميه الدواء؟ قلنا كلنا عندنا عيال اليوم ونعرف احنا ان احيانا مبلغ الدواء كم دكتور؟ انت تطلع من الصيدليه 230 درهم دافع. الحين اليوم تكمر تودي عيالك للمستشفى تعرف انت الصيدلي مش طبيب مش قادر انه يوصف لك العلاج الصحيح. فلا الصيدلي يقدر يوصف ولا المريض يقدر يوصف، واللي عنده 4 أو 5 عيال كم مره في السنه بيوديهم المستشفى؟ هل انت ترضى لعيالك انهم يحصلون على علاج غير صحيح؟ هل هذا شيء مناسب؟ قالت لا والله مو مناسب بس شو اسوي. قلت لها زين هل مره حد من الاطفال عندك تعرض له يعني حادث او مشكله او كان محتاج لعلاج مكلف ودش المستشفى؟ قالت هي والله من سنتين بنتيتها زايده وكانت الفاتوره 10000 درهم وانا كتبت على نفسي تشيكات واهل الخير وتسلفت وحاتي حال. قلت لها التامين مسواي حقك انت، التامين مسواي عشان يحميك انت ويحمي عيالك بالمبلغ البسيط هذا، انت تقدرين تاخذينهم العلاج الصحيح وتشوفين الطبيب الصحيح، وهالعمليه كانت بتتغطى ولكن انت بتحتاجين تحطين على عمر التشيكات. دكتور عندنا ضغط اتصالات ناخذ نبتدي بالحاج احمد تفضل حاج. السلام عليكم. يا هلا تفضل يا سيدي. صبحكم الله بالخير سيدك مولاك سبحانه وتعالى. الله يرضى عليكم. يا سيدي بعد اذن احترامي ليك بتكلم مع الاستاذ حيدر بالنسبه عنده اشتغل في الدفاع المدني في دبي وعندي تأمين ليا والبنتي يعني اللي هم يعني يسمى لهم وعندي بنت كبيرة عمرها 26 سنة مولودة
91 يوم بطل العراق يوم بطل العراق بالكويت. كل عيالي مولودين الدولة. أنا مقيم هنا بقالي لوقتي من 76 صلي فوق الأربعين سنة. اختصر لي يا حج اختصر لي الاختصار. هل بنتي دي يسمى لها التأمين؟ إقامتها دبي؟ إقامتها دبي. طيب تسمع الإجابة. وأنا أشتغل في حكومة دبي. تسمع الإجابة واضح يا حاج. الله يحفظك. شكرا يا سيدي. الله يجعلكم من أهل فردوس. الله يسعدك ويوفقك إن شاء الله. منو عندنا عقب ميته؟ ألو السلام عليكم. زهران كيف حالك؟ عادل الله يسلمك. تفضل يا سيدي. الله يسلمك. الله يسلمك سيدي الفاضل. بس استفسار. الله يخليك. انا زوجتي وابني موجودين خارج الدوله وامارات دبي. بس هم مش هيرجعوا الامارات, يعني مش هيرجعوا دبي. ماشي في ظروف عندي فمش هيرجعوا. وطموتهم سياره المفعول. بس يعني هيعدوا 6 شهور في شهر اخر شهر واحد كنسل اقامتهم. الله عليك. بس لازم ما عدوش 6 شهور. شهر واحد هيعدي 6 شهور. كيف اكنسل لهم؟ ما ينفعش اكنسل لهم ما يعدي 6 شهور. واضح. كيف الحين اعمل لهم تامين وهم مش موجودين ولا تسمع هي. الاجابه تسمع الاجابه. شكرا. ام احمد. احمد السلام عليكم. ام محمد. محمد كيف حالك؟ يا مرحبا صبحكم الله بالخير. شو اخبارك؟ طيب عاد انا تعطيني ميثة الاسامي معصبه علي كذا تعطيني الاسم شي معصبه. لا لا ما عليها. ممكن اكلم دكتور حيدر معلك؟ يسمعك اختي. يا مرحبا دكتور حيدر. يا مرحبا وسهلا. يطول عمرك. دكتور حيدر بخصوص التامين الصحي, طبعا احنا الحمد لله مسوين التامين الصحي صارنا فتره, بس مرضى مرضوا عندنا مثلا الخدمه نوديهم للعيادات القريبه لنا, مثلا عياده انا ما ابغى اسوي دعايه, عياده زليخه برايم وتيفر يعني من العيادات. طبعا ما يتقبلوا التامين على ان تامين اسمه العافيه, قالوا ها ما مطروحه في نفس القائمه. فأي عيادات يعني هم اللي أعطوني إياها عيادات وايد ما شاء الله ملزمة كبيرة. العيادة موجودة في العقد؟ مكتوبة عندك في العقد؟ لا عيادة أنا طبعا العيادات اللي أعطوني إياها يعني يمكن ملزمة كبيرة يمكن فوق 300, بس إلا العيادات اللي القريبة يعني وين بنصير عيادات في نايف عيادات يعني. هاي المشكلة إن 650 هم قالوا من بداية 550 أني يأخذونها كإنجازات على ما أظن ولا ما أدري كيف. تسمعين الإجابة أم محمد. شكرا طيب لك. شكرا أختي. شكرا. منو عندنا بعد؟ أبو مختار. تفضل أبو مختار. أتمنى أبو مختار خف الصوت دخيلك. ألو السلام عليكم. يا هلا يا هلا. الله يبارك. اختصر لي يا حبيبي اختصر لي يا الله يبارك. عندي زوجتي حامل في الشهر السادس. ودورت على يعني شركات تأمين. في شركات تقول ما عندها تأمين لزوجة حاليا. وبعد يقول إلا بعد 6 شهور, يعني ما بيغطي الحمل والولادة إلا بعد 6 شهور. أوكي. فهل هذا الشيء قانوني يعني علما بني؟ أسمع الإجابة. يعني والتاني لو سمحت بس دلوني على شركة تأمين تعمل تأمين لزوجتي يغطي الحمل والولادة. شكرا يا الله يبارك. شكرا جزيلا وأشكركم على هذا البرنامج المتميز الرائع. الله يسعدك يا رب يطول عمرك. طيب ميثا نحن بس نجاوب على الأسئلة هذه وما نطلع فاصل بعدين ما ناخذ مكالمات ثانية. أول شيء دكتور الحاج. الحاج طبعا نعم بالنسبة للابنة يجب أن يوفر لها التأمين وتبدأ الباقات هاي بالنسبة للأبناء من 650 درهم, فيقدر يحصل لها باقة مناسبة إن شاء الله تعالى وتكون مغطاية وتنعم دائما بالصحة والسلام. 26 سنة عمرها. 26 سنة ما في مشكلة لأن عادة صاحب العمل خليها قدم لها على شغل خلت تشتغل هم الـ صحيح يعني صاحب العمل هو ملزم أن يوفر لها بتوفير التأمين. عادل زهران دكتور. نعم سؤال الأخ عادل بالنسبة للزوجة والابن خارج الدولة بأخذها على قسمين. القسم الأول أن كثير توردنا والله المكفول خارج الدولة ما في داعي لوجود المكفول في بصفة شخصية, يعني اليوم كثير من الشركات أنت تدخل أونلاين تحط صورة الإقامة صورة الجواز صورة الهوية مع صورة هوية الكفيل وتخلص الإجراءات أونلاين وأنت يعني شو اسمه. طيب بس هو يقول أن هذه ما راح يرجعون. الحين إذا هم ما راح يرجعون وهم أوريدي يعني ما يروم يكنسل لهم لأنه بعد 6 شهور تتكنسل أوتوماتيكيا, بس كذلك يدخل لنا على النظام الإلكتروني بس يبعث لنا تفاصيلهم عسى بأن نتأكد أنه ما يصير عليه أي نوع من الغرامات. فهي كل الحالات اللي هي تعتبر حالات خاصة مثلا بس تبعث لنا على النظام عسى بأن احنا نسجلها. إذا ما عند الدكتور يعني قابلية أنه يبعث على النظام يتواصل معنا مباشرة من خلال إدارة التمويل الصحي اللي هو في جمعية المهندسين في الممسر. طيب واضح عادل. أم حمد وموجود أعتقد اللوكيشن على السوشيال ميديا. صح, هنا. صح. أم حمد موضوع ما يضيع أصلا. دائما احنا يمكن نذكر السؤال نذكر الإجابة للسؤال هذا
مهم جدا احنا نقرا البوليصه، نعرف الحقوق والواجبات، ونعرف شيء اسمه شبكه مقدمي الخدمات. اتاكد دائما ان العيادات اللي هي قريبه للبيت عندي موجوده ومغطاه، مثل ما تفضلت الاخت ام حمد في 300 عياده، وكل شركه تامين احيانا تختلف بعض الباقات، وفي عقود مختلفه ما بين شركات التامين والعيادات. فاحنا دائما نتاكد ان العيادات اللي مهمه بالنسبه لنا موجوده. عموما احنا دائما على تواصل مع شركات التامين لتوسيع شبكه العيادات، فكذلك لو تبعث لنا عن النظام الالكتروني بنراجع شركه تامينها وبنحاول انهم يدرجون العيادات اللي قريبه عندها ان شاء الله. شوف لان الاستوديو حار دكتور، انا عقيت الغثره والعقال طالع شو استوى ورا. شوف ما شاء الله. نعم. عموما دكتور محمد كان عنده شق ثاني من سؤاله، كان يقول ليش 650 550؟ يعني هل هاي 100 زيادة ياخذونها على شيء الشركات؟ طبعا اليوم سوق دبي هو سوق تنافسي مفتوح. اي نعم، وفي 9 شركات تأمين توفر الباقة الأساسية لفئة العمالة. التسع شركات هاي تتراوح أسعار الشركة من 550 إلى 650، تختلف بعض المزايا ما بين بعض الباقات، لكن جميع الباقات هاي ملتزمة بالقانون وملتزمة بالتغطية اللي موجودة في القانون. ويمكن بس نذكر بالتغطية اللي موجودة في القانون، هي زيارة الطبيب، التحويل إلى الأخصائي، التحويل إلى المستشفيات، باقة الحمل والولادة، العمليات الجراحية، الفحوصات، الدخول إلى المستشفى، الحالات الطارئة والأدوية. جميع الخدمات هاي مغطاة في جميع الباقات. تختلف بعدين بعض الباقات عن غيرها، في مثلا الشبكة هذا يغطي بعض العيادات الإضافية، هذا يغطي في بلد الموطن، في بعض الباقات تغطي كذلك الخدمات الوقائية، كشف المبكر عن الأمراض على سبيل المثال. صحيح. موجودة في بعض الباقات. فالاختلاف هذا في بعض المزايا الإضافية وليست المزايا الأساسية هو سبب اختلاف أسعار الباقات. أنزين الحين هذا السؤال دكتور اللي يرد دائما وفي إشكالية دائما. نعم. على موضوع الحامل. نعم. الحامل هذه في الشهر السادس. نعم. ومعظمهم يقولون نحن ما حصلنا شركات تأمين تأمن لنا الحامل. صحيح. يعني سميت أنت سيارة مدعومة. لا لا ما ذكرنا. طبعا مثل ما ذكرنا دائما التأمين هو وجود تغطية ضد مخاطر صحية مستقبلية محتملة. صحيح. أوكي. من كذا يقول لك اليوم في حالة وجود أمراض سابقة على التأمين في عندك فترة انتظار 6 شهور. صحيح. فأنت اليوم الحمل هذا هو مش مخاطر مستقبلية محتملة، هو أمر واقع. فاليوم إذا بيشتري التأمين ما رح يغطيه للحمل هذا، لكن يغطيه للحمل القادم. إن شاء الله تعالى بعد ما تربي بالسلامة. كان طبعا هو المفروض قبل لزوجة يعني تحمل، وقبل لما هم يفكرون في إنشاء أسرة في هذاك الوقت كان لازم أن إحنا كان يفكر في التأمين الصحي ويأمن زوجته وعياله في هذاك الوقت. عموما التأمين رح يغطي الحمل. لا إن شاء الله خير، وإن شاء الله مولود مبارك عليه ويفتح عليه باب الرزق بإذن الله تعالى. بس لكن هو بالنسبة للحامل أصلا التأمين يكون أغلى دكتور. في بعض الشركات سيارة سبورت يعني. في بعض الشركات بتقول له بتزيد عليه المبلغ فعلا وبتأمنه حق الحمل هذا، لكن أغلب الشركات بتقول له من الحمل هذا يعني بالنسبة للحمل هذا مش مؤمن، الحمل اللي بعده إن شاء الله تعالى مؤمن. لو نشوف باقات الزوجة والأبناء كذلك، بعض الشركات باقة الزوجة عندها شوي أغلى من باقة الأبناء، لأن في طبعا احتمالات الحمل والولادة بالنسبة للزوجة، بالإضافة إلى أن الطفل مغطى لمدة 30 يوم تحت باقة الأم. يعني اليوم بعد ما ربت الحرمة وهي مشمولة بالتأمين، الطفل لا سمح الله إذا كان في أي حاجة طبية له، دخل بالعناية المركزة، احتاج علاج، تأمين الأم يغطي الطفل لمدة 30 يوم إلى أن الأب يحصل على التأمين للطفل، وهذا إلزامي بالقانون وتلتزم به جميع شركات التأمين. جميل. مثلا بس بأخذ على السريع المسجات هذه وبطلع فاصل على السريع. دكتور هل المستثمرين مطلوب منهم تأمين مثل المكفولين؟ نعم ولا لا؟ أي شخص عنده إقامة نعم. نعم. دكتور حيدر ممكن توضح بخصوص أفراد شرطة دبي أعلنوا التأمين لثلاثة أبناء فقط، باقي الأبناء والوالدين سوف يتم علاجهم في مركز شرطة دبي الصحي، هل سيتم إعفائهم من التأمين الصحي؟ ممكن توضحون أكثر؟ يعني طبعا التفاصيل عند الإخوان في شرطة دبي، لكن اللي فهمت أن باقة رعاية ثلاثة تتكفل بالأبناء والأهل وتغطيهم في مركز شرطة دبي وبالإضافة إلى مستشفيات هيئة الصحة. عليهم تأمين دكتور؟ لا ما يحتاج. أفراد الشرطة ما أفراد الشرطة كلهم اليوم برنامج شرطة وافدين دبي وافدين مواطنين؟ تم الإعلان حسب ما فهمنا أنه ما في لدي تأمين. هل يجب اختار الهيئة أنه لدي تأمين لتجنب الغرامة؟ لا أوتوماتيكيا العملية هاي تحصل من خلال شركة التأمين. التأمين يرفض استكمال إجراءات إلا بعد 1 ضم جميع الموظفين تحت حتى المواطنين وإن كان عندهم تأمين حكومي، 2 عوائل جميع الموظفين وبنفس باقة معيلهم، 3 كل من يزيد راتبه عن 4000 فإن أقل باقة له مع عائلته 890.
طبعا أول شيء شركة التأمين لا يحق لها أن ترفض أي شخص. اليوم أنا مؤمن عندي مثلا تأمين من جهة العمل، في طفل واحد ما أمنت جهة العمل أبغى أشتري له بروحي، ما في أي مشكلة. ما تقدر شركة التأمين ترفض أي حد أو أي شخص، يجب عليها توفير التأمين للجميع. بالنسبة لأسعار الباقات تختلف ما بين الشركات اللي هي باقات أفراد الأسرة، لكن تبدأ الباقات من 650 بالنسبة لأفراد الأسرة، فممكن يشيك مع الشركات الأخرى. جميل. عوائد جميع الموظفين بنسبة باقة معيلهم، كل من يزيد راتب عن 4000 الناقل باقة تأمين مع اللي ذكرته من 650 تبدأ، من 550 تبدأ لفئة العمالة اللي هي رواتبها من 4000، لكن من الرواتب الأعلى تبدأ من 650، كذلك بالنسبة لأفراد الأسر تبدأ من 650. دكتور ما طلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نرجع ما استقبل المزيد من الأسئلة والإجابات عليها. تفضلي ميثة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامج صحة وسعادة اللي تخدم لكم هيئة الصحة في دبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. موضوعنا اليوم التأمين الصحي، ما له وما عليه، مع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي موجود معنا في الاستوديو. طبعا مستمعينا أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006. دكتور، معظم الذين يشكون من التأمين الصحي هم من الأخوة المقيمين من ذوي الدخل المحدود، وهؤلاء عليهم التزامات مالية كثيرة من إيجار مسكن، رسوم مدارس أبنائهم، ارتفاع أسعار السلع السلاكي. رسوم التأمين الصحي سيضع عليهم ضغوط مالية جديدة، خاصة أن معظم أهداف شركات القطاع الخاص بغض النظر عن عملها هو استغلال المستهلك، ولا ننسى أن هنا أن هؤلاء يساهمون معنا في تطوير دبي. أبو عبد الله يقول هذا الكلام دكتور، وأنا أحس أن هذه لهم أكثر فئة محتاجين للتأمين. بالتأكيد، والتأمين يحمي الفئة هاي بالذات، ولا سمح الله في حالة الحاجة للعلاج يغطيهم تغطية فعلا ممكن تعمل فرق كبير في مستوى حياتهم، لأن مثل ما شفنا وهالحالات هاي نشوفها بشكل متكرر. يعني يمكن صحيح كثير من الناس عندهم بعض الأسئلة، أو لأن يعني اكتشفوا الموضوع في آخر لحظة حصل بعض الضغط، لكن الغالبية العظمى تقول الحمد لله جزاكم الله خير. ويمكن الحلقة الأسبوع اللي طاف وأنا طالع من الاستوديو كان أحد الأخوان عاملين في البث المباشر، يمكن كنت معاي يوم شو اسمه، قال أنا من أسبوع فعلا رحت وخذت، لأن بنت ما كان يغطيها تأمين صحيح مرتضى. نعم نعم بالضبط. وقال سبحان الله بعد 3 أيام تعبت البنت ووديت المستشفى وكذا وتعالجت، ودفعت النسبة اللي دفعتها مبلغ صغير، فاكتشفت ان المبلغ اللي دفعته اوريدي اكثر من قيمة التأمين اللي انا دافعها من 3 أيام. صحيح. يعني انا غطيت مبلغ التأمين ها 600 درهم في اول زيارة علاج. صحيح صحيح. مرتضى مرتضى زميل المخرج التلفزيوني لبرنامج البث المباشر. طيب دكتور ناخذ محمد. نعم تفضل محمد. السلام عليكم. يا هلا يا هلا، اختصر لي محمد يلا، انا ابغي الحين ناخذ المكالمات على السريع. محمد تفضل. الله يخليك. طيب بس انا عندي سؤال بس الدكتور حيدر، بالنسبه للي عملت تامين لاولادي بس جيت عشان اسال على الاسنان، قالوا لي الاسنان والعيون لا، يعني الكلام ده حتى فوبيت بيه يعني. العيون بعد دكتور يقصد النظارات. النظارات ها اوكي، الاسنان والنظارات. لا كشف العيون، يعني كشف العيون لو حد مريض بالعيون او شيء. لا يعني والاسنان. طيب حبيت اخلع على بنتي درسنا اوريدي عملت تامين. اوكي بس جيت اسال على الاسنان عشان اشيل درس البنتي، قالوا لي لا الاسنان لا. خرج عن واضح، خرج عن التامين يعني. واضح يا محمد. ناخذ محمد ثاني دكتور. تفضل يا محمد. السلام عليكم. يا هلا تفضل يا سيدي. بالنسبه اللي عنده طالب في خارج الدوله وعنده جامعه دبي وعنده تامين من الجامعه، هو ما يحضر يعني كل 6 أشهر عشان يجدد الإقامة، هذا نقضى على تأمين؟ إذا هو عنده تأمين ما في مشكلة. ما لا لا، هو وين يدرس؟ يدرس في الإمارات؟ لا يدرس خارج في ماليزيا. في ماليزيا وعنده تأمين في ماليزيا؟ نعم في الجامعة. نعم في جامعة ماليزيا. نعم. وإقامته صادرة من دبي. من دبي، هو يعني يرجع للدولة عشان يجدد الإقامة ويجلس أسبوع ويرجع نفس الوقت يكمل دراسة هناك. شو دكتور؟ بس هو إقامته إقامة رسمية، يعني إقامة يقدر رسمية، يقعد دبي. أسبوع يقدر يقعد شهر يقدر يقعد 6 شهور، كلها إقامته إقامة رسمية. يعني ما يدخل بفيزا زيارة، إذا يدخل فيزا زيارة هذا موضوع ينطبق عليه شروط الزيارة. إذا هو عنده إقامة مقيم سارية المفعول فهو يعتبر مقيم. واضح محمد؟ عادي تأمين يعني. يعني يقضى تأمين ضروري حتى لو ما عنده تأمين خارجي يحتاج تأمين. أوكي. تأمين. شكرا لك محمد. طيب
في عندنا بعد مكالمات ولا نجاوب؟ محمد كان يتحدث عن موضوع الأسنان والنظارات دكتور. بالنسبة مثل ما ذكرنا الباقة الأساسية وذكرنا من شوي المنافع اللي موجودة في الباقة الأساسية، الباقة الأساسية ما فيها علاج الأسنان، لكن ممكن الشخص يختار باقة أعلى فيها علاج الأسنان، وهذا شيء اختيار راجع له. كذلك دائما نذكر بضرورة معرفة شبكة مقدمي الخدمات وشو الخدمات المغطاة وين مغطاة، لأن هذا من ضمن الوعي بالتأمين الصحي وأفضل الآليات للاستفادة من التأمين الصحي. ذكر العيون. كذلك العيون، فحص العيون وأمراض العيون كافة مغطاة في الباقة الأساسية. أعتقد يمكن هو ما استوضح الإجابة لأنه النظارات كذلك مش مغطاة في الباقة الأساسية. إذا طلعت العيون دكتور مثل ما هو يقول، الشركة هذه تقول للعيون شو ممكن يسوي؟ أي تقاعس من أي شركة تأمين في توفير التغطية الموجودة في الباقة اللي اشتراها الشخص، الهيئة تتواصل معهم بشكل مباشر مسؤول عن حماية حقوق الأفراد المشمولين بالضمان الصحي في إمارة دبي من خلال الموقع الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي. هذا اللي نقوله، هنالك قوانين تنظم هذا وعليها مخالفات الشركات. تصل مخالفة شركة التأمين إلى 20,000 درهم لكل حالة إذا منع وصول خدمة المريض مستحق لها. يعني ممكن واحد يقول لك يا أخي أنا التأمين يغطي لي على السيتي سكان، شركة التأمين رفضت تسوي لي سيتي سكان. إذا كانت الحالة الطبية تستدعي السيتي سكان، شركة التأمين ليس لها الحق في أن ترفضه. لكن إذا كان السيتي سكان مغطى هو يبى بس يعني يسوي سيتي سكان بدون حاجة طبية، في الحالة هاي طبعاً من حق الشركة أنها ترفض. هذه دكتورة هي رسالة جميلة، أنا أبغي أقرأها، أبغي أسمع ردك فيها. السلام عليكم، أنا مقتنع بضرورة التأمين وأنا من ذوي الدخل المحدود وعندي أسرة مكونة من 7 أشخاص. المشكلة أن للحين والله ما عندي المقدرة المالية لشراء باقة التأمين. يعني احنا توصلنا بعض الحالات الانسانيه وننظر لها، وكذلك نحولها على شركات التامين، وبعض الشركات جزاهم الله خير يعملون يعني تعامل اضافي مع الحالات الانسانيه اذا ثبت وجود حاله انسانيه فعلا، وفي الحاله هاي ممكن يعملون لهم بعض الخصومات او بعض التقسيط او حتى بعض في بعض الحالات خذوهم يعني بدون تكلفه. وهاي الشركات لها دور انساني بالتاكيد. يمكن ذكر الاخ في رساله سابقه ان الشركات همها الربح وهم أنها تستغل الأفراد. الحقيقة إحنا اليوم اللي شفناه من شركات التأمين اللي هي العلاقة معهم هي علاقة شراكة. صحيح. وفعلا مطلعين بدور أساسي في حماية أفراد. جميل. المجتمع بالتأكيد في أخطاء وفي مخالفات وإحنا نتعامل معها بشكل مباشر، لكن في دور كبير في حماية الأفراد. يعني هاي الباقة الأساسية اللي اليوم هي ب550 و650، هامش الربح اللي موجود في شركات التأمين جدا بسيط، يعني شيء لا يذكر. مع ذلك ملتزمة الشركات في جميع الحالات، وتلاحظ ممكن تصل الفاتورة إلى 100,000 و120,000 و150,000 وتتحمل الشركة ومش من حقها أنها ترفض العلاج، وبالتالي دور مجتمعي كبير. دكتور نحن باقي لنا 10 دقائق، ما نحاول نختصر في الإجابات قدر الإمكان. ما نأخذ مداخلة مع محمد يوسف، تفضل محمد واختصر لي. الله يخليك. السلام عليكم. يا هلا، تفضل يا سيدي. سامحونا زعجناكم ولا شيء. أبدا يا أخي، نورتنا تفضل. بخصوص المقيمين الآيلات، هم لهم الحين مدة معين ولا لا خلاص غرام الشغل من شهر واحد؟ طيب واضح محمد، في شيء ثاني بعد؟ جزاكم الله خير. طيب دكتور محمد، المقيمين يسأل واحد واحد. احنا طبعا مثل ما تعرف خوي محمد احنا اوريدي في فتره التمديد، يعني تم اعلان الاطار الزمني من بدايه 2014 واعطيناهم 6 شهور، واحنا الحين يعني نراقب الضغوطات اللي على شركه التامين وعمليه التغطيه. ان شاء الله تعالى يعني النسبه الكبرى اوريدي تم تامينها، فان شاء الله تعالى ما يكون في اي مشكله. ان شاء الله يا رب. ابو بلال تفضل. ابو بلال واختصر. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا. سؤال مختصر بس الله يحفظك. معي 2 بنات على إقامتي وهن خلاص عقدين، يعني يعتبرن متزوجات من أفراد في الشرطة، هل أسوي لهن تأمين ولا يكفلهن زواجهن؟ واضح، شكرا لك أبو بلال. إذا متزوج المسؤولية على الزوج. يعني مسؤولية على الزوج، إيه، ودام الزوج موظف في شرطة دبي فخلاص زوجته بتكون مغطاة. طيب دكتور على السريع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الشركة ما أعطاني 6 شهور راتبي ورافض يعمل لي تأمين صحي، هل الغرامة علي ولا على الشركة؟ على الشركة وعلى صاحب الشركة. على الشركة وصاحب الشركة، ولا تسكت 6 شهور. هذا بعد أظن وزارة العمل. بخصوص عائلتي، لا أستطيع عمل تأمين لهم بسبب عدم توفر المال لعدم استلامي الراتب. عند عائلة بعد هنا موجود نفس الحالة اللي ذكرناها بالنسبة إنسانية. نعم. طيب عندنا مداخلة. بسعيد السلام عليكم. الله يسلمك، تفضل يا سيدي. قواكم الله وما نبغى نطول عليكم. طال عمرك أنا بسأل الدكتور الحين بالنسبة للعائلة اللي بينهم مثل يعني خلافات، مثل الأبو طالع من البيت أو مبتعد شوية. نعم. ولحياته. نعم. الأوراق اللي هي المستندات
ما يرضى يسلمها يعني الإقامات اللي هم الفئة المساعدة على إقامته ونحن نأخذ الأوراق ونخلصها بين فترة وفترة، لكن الفترة هذه يعني صارت شوي مثل مشاكل وما براضي يسلم العائلة. ما يسوي البلد فيها قانون بعد ما يسوي ما يوم براضي. لا 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 نحن لا لا نحن مهما يكون الـ يعني الأبو ما نقدر ناخذ يعني مثل ما نقول يباله شوي صبر ان ناخذ عن الاوراق. دكتور شو تسوون في هذه الحاله؟ كورة الهويه لكن ما عندنا اي راجعنا ما قبلوا اللي هي جمعيه الاتحاد راجعنا بمستندات يبون المستندات الرئيسيه هي. دكتور شو يسوون في هذه الحاله؟ ما عندنا يعني صوره جواز العامل وبطاقه هويه العامل مش موجوده؟ موجوده خلاص هنا. لكن طلبوا منا صوره جواز الوالد والهويه بس صوره هويه الكفيل ما عندنا. عندي صورة جواز منتهي شهر 2/2016 نعم. فأنا حين باقي يومين نعم. ما أعرف ما مشكلة سعيد تسمع طبعا في بعض الحالات اللي من هالنوع اللي في مثل ما تفضل الأخ يعني في قضية محكمة ما بين الزوج والزوجة وفي بعض القضايا اللي فيها الجري ايريز نسميها بس يبعثون لنا كذلك عن طريق النظام الإلكتروني بس تفاصيل الحالة مع البيانات. حمد خذي رقم سعيد خلي عندك الله يخليك أبو سعيد وما تواصل معاه. علي تفضل. علي السلام عليكم. يا هلا. الله يسلمك. بخصوص الحين لما شيكنا جميع الشركات أغلب الشركات لأنهم تقريبا جميعهم نفس الإجراءات في البطاقات في طريق الدفع إلى آخره. سؤالك لماذا لا يتم إلزام جميع الشركات بتغطي جميع العيادات مش عيادات مختارة على الأقل بالبطاقات الأساسية؟ يعني في عيادات جنب البيت واحد بيكون عنده تأمين إيها كلها مش مغطية مثلا. واضح سؤالك علي. واضح سؤالك علي جدا. الله شكرا. في عندنا بعد مداخلة. طيب علي كان يتكلم على مسألة أن إلزام الشركات بتغطية كل العيادات. يعني اليوم تشترط الهيئة وجود تغطية جغرافية كافية بالنسبة للعيادات. اليوم إحنا كل باقة أساسية لكل وحدة من شركات التسعة ننظر إلى العيادات المغطاة ونتأكد أنها تغطي جميع المناطق في إمارة دبي. هاي عمليات تعاقدية ما بين الشركات والعيادات، وبالتأكيد العيادات اللي في الباقة الأساسية النطاق السعري مالها شوي أقل من بعض العيادات الأخرى. جميل. دكتور نمشي على المسجات على السريع بس. السلام عليكم، أنا مقتنع هذا ذكرناه، ليش ما يكون موضوع اختياري بالنسبة للتأمين؟ الخيار يعني هني كان اختياري لبداية 2013 وكانوا أقل من 30% من السكان مؤمنين. إنزين، ماذا نفعل إذا كان التأمين يرفض استكمال إجراءات إلا بعد تحقيق هذه الشروط وردهم الوحيد هو القانون ورقم الاتصال إسعاد؟ لا أحد يرد. أي شروط؟ الشروط الخاصة يعني اللي هي الوثائق أعتقد يتكلم الوثائق عنها. المطلوبة هي نعم هي صورة الجواز، صورة الهوية وهوية الكفيل. هاي ثلاث وثائق المطلوبة اليوم بالنسبة للباقة الأساسية، فأعتقد هاي الوثائق أساسية. يعني كيف ستتأكد هي الصحة أن جميع شركات القطاع الخاص قد قامت بالتأمين الصحي للعاملين لديه ودون تحميلهم رسوم التأمين؟ بتتأكد الهيئة الاتحادية أبو عبد الله. السلام عليكم. إلكتروني مع النظام يعني ما نبغي نخوض في هذا الموضوع. نعم دكتور. نعم. السلام عليكم، أنا عندي الخدامة بتنتهي إقامتها في شهر 2/2017، هل مبلغ التأمين بيسترد لي وشكرا؟ يسترد المبلغ في حالة الإلغاء أو يتحوله على الخدام اللي بدي بدالها. جميل. ليش ما يكون تأمين اختياري لمدة عام على الأقل؟ الناس ترتب أمورها من ناحية المادة. هذا جاوب عليه الدكتور. إذا كان علاج المرض هو الوحيد اللي متوفر لعلاج مرض ما في الخارج وفي المستشفيات الخاصة بس التأمين يرفضه لحجة أنه مب مثبت علميا هالعلاج، شو نسوي؟ اي حاله اللي هو نسميها ديسبيوت او في خلاف ما بين المؤمن عليه وشركه التامين ممكن يتواصل معنا، واذا كان العلاج متوفر حتى لو في عياده مش مغطاه احنا ندخل مع صباح الخير. اتمنى ان يطبق هذا القانون الصارم على شركات تامين السيارات. انت تسمي الحامل سياره سبورت دكتور. لا استغرب وياكم. هل وزاره الاتحاديه داخله ضمن القرار كوزاره التربيه والتعليم بالنسبة للموظفينهم اللي إقاماتهم صادرة من دبي؟ أوردي حسب علمي هم وفروا لهم التأمين. مرحبا. ليش هيئة الصحة مركزة بس على التأمين الصحي للخدم مع أن القانون يشمل الزوجة والأبناء والوالدين؟ ليش ما ينبهون الناس عن هالموضوع بعد؟ أكيد في ناس بتتفاجأ بالغرامات لما تجدد الإقامات لأهلها. ماذا يعني الكلام نحن طبعا حتى بدأت الحلقة تكلمنا عن الجميع، لكن سبحان الله أكثر الأسئلة تي على موضوع الخدم. يعني مع أن يمكن الخدم ترى نسبتهم في عدد المؤمن عليهم في إمارة دبي مش كبير وايد. صحيح. يعني احنا نتكلم اليوم عن حوالي أكثر من 4 مليون مقيم تم تأمينهم
قلنا حتى في بداية الحلقة دكتور كانت هناك مجموعة من الأسئلة حتى عن المرأة الحامل سيارة صحيح سبورت صحيح. أنت معجب في موضوع سيارة سبورت أنت سميت سيارة مدعومة نقرأ ناخذ علي ألو عليكم عبد العزيز تفضل عبد العزيز يا هلا يا هلا دكتور حيدر شو أخبار الله يبارك فيك يا مرحبا الله يسلمك بس سؤال بعد إذنك الزيارة عليها تأمين أنا جايب والدتي زيارة 3 أشهر عليها تأمين ولا لا لا في تأمين في المطار دكتور بالنسبة للزيارة أعتقد في إجراءات من الإدارة العامة للإقامة هم عندهم مبلغ يدفع لتأمين الزوار فحاليا هذا مش ضمن المرحلة هاي شكرا لك عبد العزيز أيضا سلام عليكم جزاكم الله خير على هذا البرنامج أرجو الإفادة هل هنالك تمديد في الفترة حتى يتسنى لنا استكمال إجراءات التأمين أبو أحمد طبعا احنا يمكن هذا اكثر سؤال يرد علينا فنقول انت بس كمل اجراءاتك وكمل اوراقك ان شاء الله تعالى واحنا مراعين مع شركات التامين الفتره المطلوبه لاستكمال الاوراق لكن اهم شيء تجهز اوراقك وتقدمها ارجع دكتور لاول سؤال سالتك اياه في الحلقه اليوم كنا نتكلم عن ان هنالك بعض الاشخاص اللي قدموا على التامين يقولون والله انا مقدم الحين صار لي اسبوعين ليحين الشركة ما أعطتني البوليصة ولا أعطتني البطاقة مالت التأمين ولا أي شيء فهذه عليها مخالفات ولا لا مجرد ما قدم أوراقه خلاص بالنسبة لنا البيانات دخلت عنا وإحنا عارفين أنهم تقدمت للأوراق وإحنا يعني على تواصل يومي مع جميع شركات التأمين وكل الحالات يحصل لها أبلود على السيستم لا وغالبية الأفراد هاي أوريدي تبدأ شركة التأمين تعمل تفعيل التأمين على بطاقة الهوية فحتى لو هو ما استلم البطاقة الفعلية مثلا يتاخذ لها أسبوع أو أسبوعين أنا مع الضغط اللي موجود حاليا ممكن تاخذ أكثر لكن هو بطاقة الهوية أوريدي تكون مفعلة أتمنى من هيئة الصحة إلزام الشركات بالتأمين للأبناء والزوجة للموظف مثل تأمين أبو ظبي يمكن تغير القرار هذا في أبو ظبي مؤخرا إذا كانوا الأشخاص متابعين وتم إلغاء العملية هاي لأن مثل ما ذكرنا اليوم في أبعاد اجتماعية للموضوع هذا إحنا ما نبغى الشركات الصغيرة كذلك تختار الأفراد اللي هم بدون أسر وتبدأ ما تعطي وظائف لأفراد الأسر لأن اليوم أنا إذا شركة صغيرة شركة محدودة العمل وعندي موظف متزوج وموظف غير متزوج فخلاص راح أختار الموظف غير متزوج وهذا رب الأسرة ما راح يكون له فرصة عمل أصلا وإحنا ما نبغى تكون في أبعاد اجتماعية سلبية للتأمين الصحي وبالتالي القرار هني لرب الأسرة إذا قرر أنه يجيب أسرته معه أنه يوفر لها التأمين بس ما يفقد فرص الحصول على عمل أصلا جميل أم طلال عندي دقيقة ونص بختم البرنامج تفضلي ألو السلام عليكم يا هلا اختصري لي تحياتي ليكم يا هلا لو سمحت أخوي أنا معي ابني معه بطاقة معاق ومعه بطاقة صحية في نفس الوقت ويروح أي مستشفى حكومي أوكي. هل يشمل التأمين ولا لا تسمعين الإجابة أم طلال شكرا لك شكرا لك شكرا إيه مثل ما ذكرنا إذا بطاقة معاق ما يحتاج أنه يحصل على التأمين بس يسجل البيانات عنه عبر الموقع الإلكتروني طيب دكتور في آخر سؤال تواصلنا وياكم بخصوص العلاج غير متوفر في الحكومي ما سويتوا لنا سالفة مو واضح سؤال لا هم يمكن تواصلوا على موضوع التأمين اللي مقدم يبغون يتعالجون أعتقد برا المستشفيات الحكومية ويقولون العلاج غير متوفر في الحكومي شو مو واضح لي سؤال صراحة لكن لو تحت الهواء ناخذ بيانات الأخ ناخذ البيانات أنا أعتقد أن يسأل طيب إذا العلاج ما كان موجود في الحكومة وتوجهت للخاص التأمين مو راضي يعالجني في الخاص هو يعني التأمين يغطي أصلا في شبكة من مستشفيات نعم الخاص والحين إن شاء الله تعالى مع بداية السنة راح تكون في تجديد على علاج أمراض السرطان على مجموعة كبيرة من الأمراض من خلال التأمين الأساسي وراح إن شاء الله تعالى نذكر المعلومات هاي في وقت المناسب جميل جدا طيب دكتور كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل ما نختم نعم طبعا احنا في البداية الحقيقة نحيي الجمهور ونحيي الجميع على تفاعلهم اليوم مع هذا القانون اللي هام جدا لحماية الأشخاص ولحماية صحتهم وسلامتهم التجاوب اللي شفناه والأرقام الكبيرة اللي وصلنا لها صراحة كانت فعلا مفخرة للجميع وإنجاز يحسب للجميع المجموعة الباجية أذكرهم أنه ضروري أنه في خلال الأيام القليلة القادمة وما باجي وايد إن شاء الله تعالى نكمل الإجراءات طبعا اليوم الشركات موجودة في المراكز التجارية في الجمعيات التعاونية مراكز الخدمة للشركات في مراكز تسهيل كذلك الأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى الاثنين والثلاث بيكونون بعض الشركات متواجدين في المركز الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي وبعدين الأربع والخميس بيكونون متواجدين في جبل علي وفي ورسان هاي بعد إضافية بالإضافة إلى طرش لنا الجدول دكتور ببعث لكم الجدول وطبعا الغالبية العظمى من الشركات عندها الأونلاين والأونلاين
الاونلاين بسيط وسريع وان يشجع الناس انها تستفيد من الاونلاين. جميل. يعني انا بروحي سويت حق الدراسه الاونلاين يعني. يا سلام يعني عليك، انت ما تحتاج الواسطه. لا والله لا والله ما تحتاج، يعني انت مجرد تتاكد ان سولف وياك دكتور. سولف وياك دكتور حيدر اليوسف مدير اداره التمويل الصحي، كان معنا اليوم في هذه الحلقه المميزه. شكرا لك دكتور. وفي الختام شكرا حمد المعيوف، شكرا ميته بن بيات وعيسى سبيل بعد كذلك، شكرا لكم. وهذه تحياتي محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.